شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ بلش النهار باستهداف معبر المصنع الحدودي وقطع الطريق بالاتجاهين، بس بقي في نازحين من لبنان عم يوصلوا على سوريا مشي مع اغراضهم. الصبح استشهد عنصر من الدفاع المدني بالضاحية بغارة اسرائيلية استهدفت فرق الإغاثة هن وعم يشيلوا انقاض غارات امبارح بالليل. بالليل كان في حزام ناري على الضاحية بيشبه اللي صار وقت اغتيال نصر الله، وفي حاجة اسرائيلي انه المستهدف هاشم صفي الدين. استهدف الاحتلال كمان فريق اسعاف تابع للهيئة الصحية بمرج عيون واستشهد 4 عناصر منه على الاقل. من 28 الاول لليوم اسرائيل صارت قاتلة اكتر من 100 مسعف بلبنان. الغارة دمرت كمان سيارتين اسعاف واخرجت مستشفى مرج عيون عن الخدمة. بسور سقط اصابات بعد غارة جنب مستشفى تبنين الحكومة. مستشفى ميس الجبل أعلن كمان أنه رح يضطر يخلي ويوقف خدماته بعد التهديدات الإسرائيلية، وهيك بيكون صار في 4 مستشفيات جنوبية أخرجت عن الخدمة. وصل وزير خارجية إيران بزيارة على بيروت، التقى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعلن أنه بلاده رح تقدم 10 أطنان من الأدوية والأغذية للبنان. بطهران صار في تشيع لأمين عام حزب الله حسن نصر الله وخطب عنه الخامنئي بصلاة الجمعة. بالجنوب استهدف حزب الله مجموعات من الجيش الإسرائيلي بسهل مارون الراس ويارون ودبابة ميركافا بموقع الملكية، وكمل بالصواريخ على مستوطنات الشمال وصفد وشمال حيفا.